فأكيد أنه لاعبين على على دراية بأنه بيتكوفيتش جاء إلى هنا حقيقة من أجل مشاهدة الدربي بالنهائي يعني باعتبار أنه متواجد في الجزائر، ولكن هي فرصة للاعبين من أجل قد يكون بيتكوفيتش سببا في نقلهم إلى أحد الأندية القوية، وقد يكون سببا في يعني استدعائهم إلى تشكيلة المنتخب الوطني في قادم التربصات، خاصة مع بداية تصفية كأس أمم إفريقيا اللي حتكون إن شاء الله بداية في أكتوبر المقبل. زيرتوب أول قناة إلكترونية في الجزائر.